التوتر يزداد في البحر الأحمر على وقع العمليات العسكرية المتصاعدة بين ميليشيات الحوثي والولايات المتحدة الأمريكية، إذ أعلن الجيش الأمريكي اليوم إغراق 3 زوارق تابعة للحوثيين وقتل طواقمها رداً على هجومين حوثيين طالا السفينة ميرسك هانغتشو خلال أقل من 24 ساعة. مروحيات أمريكية استجابت لنداء استغاثة من جانب ميرسك هانغتشو، وهي سفينة حاويات دنماركية ترفع علم سنغافورة، قالت إنها تعرضت لهجوم من جانب 4 قوارب تابعة للحوثيين. وبحسب القيادة المركزية الأمريكية فإن 4 زوارق حوثية وصلت مسافة 20 متراً من السفينة وحاولت طواقمها الصعود على متنها، لكن المروحيات الأمريكية أغرقت 3 منها وفر القارب الرابع بحسب تصريحات أمريكية. مقتل 10 حوثيين وإنقاذ 2 أصيبا في القصف الأمريكي على الزوارق الحوثية التي كانت تريد توقيف سفينة قبالة الحديدة. وعلى إثر الهجوم الأخير أوقفت شركة ميرسك جميع رحلاتها عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة.